سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذه القناه. اليوم مع فيديو جديد. بطبيعه الحال كتتم لسلسله الوصفات الطبيعيه اللي كتعطي نتيجه واللي عطات نتيجه لمجموعه من السيدات وكان عندهم عقم ثانوي وربي رزقهم بالذريه الصالحه. وعلاش لا ما تكونوا تنتوما ان شاء الله يا ربي تعطيكم ذريه صالحه في القريب وتفرحوني ان شاء الله. هاد الوصفة هادي وصفة مجربة وعطت نتيجة وحبيت نديرها لكم في القناة باش نكون سبب ان شاء الله علاش لا وتفرحوني وتقولوا لي ان التست او الاختبار خرج لكم ايجابي من بعد ما استعملتوا هاد الوصفة. وصفة سهلة غندخل فيها مباشرة باش ما نطولش عليكم الفيديو وكذلك باش تستفدوا وتعرفوا شنو المكونات ديالها. المكونات ديالها هما القرنفل. القرنفل عنده فوائد بزاف وكبيره، وهاد الفوائد هادو انه كيعالجنا التكيس، كذلك كينقينا الرحم وكاع داك الشوائب اللي كيكونوا في الرحم وكيكونوا عالقين في جدار الرحم كيمنعوا لنا الحمل. هاد القرنفل ملي كتستعمليه وبالطريقه اللي غنقول لك عليها غينقي لك الرحم وكذلك غادي ينشط لك البويضات وغيساعد على حدوث حمل ان شاء الله. هاد الوصفات الا جربتيهم بدقه وتبعتيو المراحل كينجحوا معكم ان شاء الله. الا ما نجح الشهر هذا عاودي جربيها الشهر اللي موراه وربي غادي يجيب النتيجه. واكثروا من الدعاء والاستغفار هما اهم حاجه. يعني دابا غنبداو في الوصفه. الوصفه هي عباره عن القرنفل، 15 الحبه ديال القرنفل بحال كما كتشوفوا هكا، 15 الحبه ديال القرنفل غادي تزيدوهم في قنينه فيها الماء، في قنينه فيها الماء كما كتشوفوا بحال هكا، كديروهم هكا كاملين. هنا باش ما نطولش عليكم كنحطهم كاملين وكنسدو على القنينه. وهاد الوصفه هادي غادي نخليو هاد القنينه هادي مده ليله كامله، يعني ديريها في الليل وخليها تبات باش هكا العناصر وكاع هاد المكونات اللي في القرنفل يعطيو مفعول ديالهم. خليها ليله كامله، من بعد غتبداي تشربي كاس كل نهار، كاس كل يوم انت والزوج ديالك. حابه دالو الزوج ديالك حتى هو ياخذ معك هاد الوصفه هادي باش حتى الا كان عنده شي مشكل حتى هو يتعالج ان شاء الله. اذا كما قلت لكم كاس كل يوم، كل ليله تبداي تشربي كاس انت والزوج ديالك. وهاد الوصفه ما عندها حتى شي اضرار والمنافع ديالها كبيره وغادي تشوفي النتيجه ان شاء الله. نتمنى ملي كيجربوا الوصفات ديالي ولقاو نتيجه يقولوها لي في التعاليق باش هكا يزيدوا يفيدوا الاخوات الاخريات. الى اللقاء مع فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش اللايك باش هكا نزيد نعطيكم ونتشجع اكثر واكثر. بسلام عليكم.